بلاصة دوار ايت سيدي حسين جامعة غبالة اقليم بني ملال. جات واحد الرعبة واحد الرعدة ضربت لنا هادشي كامل مشى مع العشية. جات العشية جات واحد الكيمياء كبيرة ديال الماء وضرب لنا ضرب لي هذا المشروع ديال بوعويده مشى كامل. جاب الواد اللي من موراك الواد هذا الواد هذا الواد اللي حمل وضرب هذا الكابيو كامل طيحو. هذا الكابيو تقريبا راه سيارت عليه شي 5 مليون ولا 4 مليون اللي سيارت عليه راه ضربو. وجات واحد الكيمياء كبيره بزاف طلعت فوق شي 4 متر في العلو ديالها. شحال تكون خاصه نتاع المشروع دابا؟ شي 15 مليون تقريبا اللي سيارت على هاد بوعويده من ناحيه ديال السلاك والحديد والشجر ديالو راه تقريبا شي 1000 شجره عندي هنا. راه هنا لا تكلف شي 1000 شجره هنا ديال بوعويده شي 1000 شي 1000 شجره ديال بوعويده اللي كاينه هنا وتحت ليه راه حتى تحت ليه راه كاينه. ايوا كنطالبوا من وزاره الفلاحه غير طلع لينا ودير لنا شي دعم ولا شي حاجه غير باش نتعاونوا مع مالين المحلات نخلص لهم مع الدواء ديالهم وسميتو علينا وصافي نشوفوا عاد الخسائر اللي وقعت لينا راه تيجي يطلعوا عليكم صافي غير يطلعوا علينا نشوفوا نقولوا بعدا راه كاين اسميتو كاينين المسؤولين ديال الفلاحه اسميتو انا ما كاين والو دابا ما كاين لا طلع علينا والو. هذا الشيء ديال التفاح كلشي مهرس كلشي مشى الشيء اللي عندنا صافي كلشي مشى وين كلشي ديال الله. هذاك الواد صافي كلشي جدا الواد البارح جات معاه شي 3 ولا بحال هكا 3 ولا 2 مشى شحال شي 40 شجره اللي مشات اللي مهرس. وهذاك التفاح الاخر الحبوب مشى حتى هو مهرس كلشي جدا الواد ايوا كلشي ديال الله.